مشاهدينا خلينا نبتدي مع بعض حلقتنا الخاصة بمحصول القمح من الشرقية. ليه الشرقية؟ لأنها من أكبر المحافظات اللي اتزرع فيها قمح السنة دي، أكتر من 423 ألف فدان في الشرقية، عشان كده موجود فيها 55 صومعة وبنكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، وده عشان تكفي تخزين احتياجات المحافظة من القمح السنة دي. كل التفاصيل دي مصطفى بقى كان موجود هناك وكان مع المزارعين في الشرقية وتابع وهم بيحصدوا القمح وتابع عملية النقل وازاي بتتم والفرز والتخزين والصوامع والشون. كل التفاصيل دي هنتابعها مع زميلنا مصطفى كفافي اللي كان موجود هناك. صباح الخير يا مزارع مصر. القمح الليلة في عيده، يا رب بارك وزيده. النهاردة بنكلمكم من محافظة الشرقية اللي بتعتبر أكبر محافظة في القطر المصري بتنتج محصول القمح. خلينا نتعرف على طبيعة المحافظة دي في إنتاج القمح، بتعمل إيه علشان تصل لهذه المرحلة؟ للسنة كام تصدرت قائمة المحافظات المصرية؟ وصحبتنا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في حديث خاص جدا عن حصاد القمح من أجل إلقاء الضوء على هذه السلعة الاستراتيجية المهمة. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم على حضرتك، وصباح الخير على شعب مصر كله يا فندم. في البداية أنا عايز ألقي الضوء، ليه محافظة الشرقية تصدرت كل المحافظات المصرية في إنتاج القمح؟ عملتوا إيه؟ هو خلينا الأول نتفق أن محافظة الشرقية يعني نقدر نقول عليها أنها سلة الغذاء لمصر. عندنا حوالي 1,116,000 فدان أرض زراعية، المنزرع منها حوالي 850,000 فدان. لو جينا اتكلمنا عن القمح، إحنا عندنا القمح 423,000 فدان، يعني حوالي 50% من مساحة الأرض المزرعة بيتم زراعتها من القمح. يعني 30% من إنتاج مصر من الشرقية و50% من إنتاج الشرقية قمح. إحنا تصدرنا توريد القمح بقالنا أكتر من 3 سنوات، آخر حاجة السنة اللي فاتت موردين حوالي 650,000 طن قمح. والسنة دي؟ والسنة دي إحنا بنستهدف 761,000 فدان إن شاء الله، وبنأمل إن هو هيعدي الرقم دوت، لأن الحمد لله الإنتاجية السنة دي جيدة جدا ومطمئنة جدا الحمد لله. دوركم إيه في التوعية؟ يعني في هذه السلعة الاستراتيجية الأهم على الإطلاق. خليني أقول لحضرتك أن وزارة الزراعة ممثلة في مديرية الزراعة لها دور كبير جدا في الإرشاد والتوعية والمرور المستمر، حتى اختيار السلالات اللي بيتم أو الشتلات اللي بيستخدموها. أقدر أقول لحضرتك إحنا عندنا بعض الأماكن الإنتاجية وصلت ل 24 أرداب في الفدان، وده رقم كبير جدا. كان الأول حضرتك بتكلم على 14 15 16 17، وصلنا ل 24 دلوقتي، وصلنا في بعض المناطق بتورد 24. عالجنا ايه بقى علشان نوصل ل 24؟ يعني انت بتكلم حضرتك في 10
فرق يعني تقريبا. صحيح، زي ما قلت لحضرتك اختيار الزرعة نفسها اللي هي تتناسب. المتابعة المستمرة من وزارة الزراعة للسادة الزراع اللي موجودين، حل مشكلاتهم، توفير إذا كان في مطلوب مبيدات، إذا كان مطلوب مخصبات. دور كمان التموين دور رائع جدا، لأن هي اللي بتاخد هذا الأمر طبعا. الشركة القابضة للصوامع لما يبقى عندي، وصلنا أن أنا يبقى عندي 9 صوامع بطاقة تخزينية 452,000 طن، ده رقم كبير جدا. طيب احنا سمعنا ان القمح اللي بيجي من بره بيبقى فيه بعض الافات ومش بكفاءة القمح المصري، وان مصر اللي كانت سلة غذاء العالم وخصوصا في القمح. ولو نفتكر حتى الامبراطورية الرومانية لما جت كانت جاية علشان القمح المصري، التاريخ بيقول الكلام ده يعني. صحيح. حضرتك شفت ده بعينيك؟ لو حضرتك بصيت على حباية القمح حضرتك هتشوفها النهاردة ان حجم الكربوهيدرات فيه بيتخطى 70%. ده المصري؟ المصري. والحباية كبيرة جدا ونقية جدا. لا، في فرق كبير جدا، الكربوهيدرات هنا قد ايه وهنا قد ايه، نسب البروتين فيها قد ايه بالضبط كده يا فندم. التكليفات الحكومية الخاصة بالقمح، وهو ربما كان العنوان الأبرز لكل وسائل الإعلام المصرية في الفترة الأخيرة، كانت عاملة إزاي؟ الإرداب مثلاً حضرتك كان ب 800 جنيه، وصل 800 جنيه للـ 22.5 قيراط، الجودة 23 قيراط 810، الجودة 23.5 قيراط 820، وده رقم جيد جداً. يعني حضرتك بتتكلم في أسعار ما بين 865 لـ 885، وده رقم جيد جداً للفلاح. الأهم من كده إن الفلاح بيستلم فلوسه فوراً. يعني كل يورد ياخد الفلوس بالظبط يا فندم، يعني كل اللي وردوا أخذوا فلوسهم خلال 24 ساعة. ودي كانت بعض المشكلات اللي الفلاحين بيشتكوا منها، التأخير في صرف المستحقات. لا، السنة دي لغاية دلوقتي ما عندناش شكوى واحدة. لغاية امبارح التوريد بتاعنا وصل 200 حوالي 21,000 طن، وده بيمثل حوالي 25% من المستهدف لينا في أسبوع. عظيم. رحلة سنبولة القمح من الحقل إلى فم المواطن المصري بتمر بكم مرحلة؟ هو بيتحرك من هنا، وطبعا عملية الحصاد وزارة الزراعة برضو عاملة دور كويس قوي، مخفضة رسوم الميكنة للفلاح، وده برضو مساهمة جيدة. بعد كده هو بيتم التوريد، تاجر بياخد يورد في الصومعة أو في الشونة. بعد كده هو المطاحن تبتدي تاخد ويبتدي يطحن، التموين يبتدي يوزع، وبعد كده بيروح بقى المخابز أو مصانع الإنتاج إذا كان أي سلعة أو منتج من القمح من الأقمح. جهودنا في التخزين كان في مشكلة في قصة الصوامع، وأعتقد اتكلمت عنها عدد من الصحف المصرية، أن عندنا صوامع قمح قليلة ومحتاجين صوامع أكتر، علشان أعتقد الشونة اللي هي المكان المسطح المتعرض للشمس ما بيحافظش على حباية القمح زي الصومعة. طبعا صح طبعا كده؟ مظبوط يا فندم مظبوط. احنا عملنا صوامع زيادة طبعا. هو احنا، انا عايز اقول لحضرتك احنا عندنا في الشرقية دلوقتي بقى عندنا 9 صوامع، يعني احنا لسه فاتحين صومعة كبيرة جدا. الطاقة الانتاجية بتاعتنا في الصلحية، الطاقة الانتاجية بتاعت السيد الرئيس فتحها، الطاقة التخزينية بتاعتها 90,000 طن. فاحنا دلوقتي عندنا 9 صوامع الطاقة التخزينية بتاعتهم 452,000 طن، وده رقم جيد جدا. وبجانب بقى الشون، ما بقاش نظام الشونة بتاع زمان اللي هو التراب والقمح يتحط على التراب ويتعرض لمطر او يتعرض لحرارة او يتعرض لبعض القوارض. لا، دلوقتي بقى فيه الشون ليها مواصفات محددة، تبليط إذا كانت أرضية خرسانة، بيستخدم فيها التبخير، بيستخدم فيها كل الإجراءات والمتابعة بصورة جيدة جدا 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 ومطمئنة، والحفاظ على درجة الرطوبة فيها. فطبعا الوضع اختلف تماما، فبالتالي كان ليه أثر جيد جدا على الفاقد، فنسبة الفاقد أعتقد أنها قلت بصورة ملفتة جدا. أنا بشكرك جدا سيادة المحافظ. شكرا. حركنا نورتنا في صباح الخير يا مصر. وأنا متخيل إن إحنا بنتكلم عن أهم سلعة استراتيجية على الإطلاق في مصر على الإطلاق. إحنا بنتكلم عن القمح، احتياطي مصر الحقيقي من الذهب، اللي لو نقدر نقول إن سنبولة القمح دي هي يعني مصدر الغذاء الأول عند كل المصريين. إحنا كان عندنا خطة بقالها كذا سنة من أجل توفير هذا الأمر، من أجل أن يكون لدينا القمح الخاص بمصر.
الخطة دي خدت خطوات متسارعة. احنا النهاردة بنتكلم من وسط اكبر محافظة في مصر في انتاج هذا المحصول، محافظة الشرقية، وبنتكلم تحديدا من يوم الحصاد. وبنشكر جدا سيادة المحافظ دكتور ممدوح غراب على هذا الاستقبال، وايضا على وجودنا وسط هذه السنابل الذهبية الجميلة وعلى هذه المعلومات القيمة. نورتني يا فندم. شكرا، وصباح الخير على حضرتك، وصباح الخير على الشعب المصري كله. شكرا جزيلا لحضرتك، وصباح الخير عليكم، وصباح الخير على كل مزارعي مصر. صباح الخير. صباح الفل على كل مزارع مصر. النهاردة يوم مهم جداً في تاريخ محافظة الشرقية، يوم المحافظة كلها بتحتفل به من السنة للسنة. النهاردة في المائدة المستديرة اللي عاملينها وسط حقول القمح دي معانا عدد من المزارعين اللي هم أصل الشغلانة، اللي هم فعلاً تعبوا طول السنة، والنهاردة بالنسبة لهم بيعتبر يوم الحصاد. هنكلمهم عن إيه؟ هنكلمهم عن التحديات اللي بنواجهها في صناعة القمح. رحبوا معانا النهاردة الحاج عبد العزيز سعيد، اهلا بيك يا حاج. اهلا بحضرتك. ومعانا ايضا الحاج سعيد عزازي، اهلا بيك يا حاج. اهلا بحضرتك يا باشا. ومعانا الحاج عاطف فتح الله، اهلا بيك يا حاج. اهلا يا فندم. هبتدي بيك يا حاج عبد العزيز. قول لي، يعني احنا بشكل عام الشرقيه مشهوره جدا بقصه زراعه القمح، لكن انتوا اكيد اختلف انتاجكم من سنه لسنه، انا عارف ان السنه دي هي الاكبر. طبعا. ايه اللي فرق السنه دي عن السنه اللي فاتت؟ السنه دي والسنه اللي قبليها واللي قبليها كل سنه بتستجد بيستجد جديد من التجاوي، انواع التجاوي. كل سنه مديريه الزراعه والبحوث والارشاد الزراعي بياتي بجديد من التجاوي جديده. التجاوي تمام، كل نوع جديد من التجاوي بيدي انتاجيه اعلى. قصه التقاوي دي زمان كانت عامله ازاي ودلوقتي عامله ازاي؟ التقاوي القديمه كان بيبقى فيها فائض اكتر، كانت بيجي لها ندوه، ولما تطلعوا التجاوي دي، التجاوي دي بتستحمل الايه؟ النداوي. يعني ايه ندوه يا حاج؟ يعني الصاده، في نوع حاجه زي صاده كده، صاده يجي في المغزى. في نوع من الامراض الافات الكتير زي المغزين، حاجه في علم المسمى بالفلاحي، في الصاده اللي هو الاصفر ده. ايوه، له اسم علمي بس الفلاح بيعرف يقول لك في صاده في الغله. يعني السنه اللي فاتت كنا زارعين مصر واحد، تمام، كانت بتصاب بالسقم. خليني برضو اسمع منه، انت قلت لي بتصاب ببعض الافات او فيها، يعني قول لي بقى الفرق بين القديم والجديد عامل ازاي؟ مصر واحد ديت زرعناها سنتين كانت حلوه، السنه اللي فاتت كاتشينا مش استحملت الندوه اللي هي الصاده دي. لما نزلت التجاوي ده ديت بنزرعها بتلاقي السبله كبيره كده وبتجيب محصول احسن. الارشاد الزراعي النهارده فارق عن المرات اللي فاتت؟ تمام يا فندم. من 10 سنوات يا فندم كان في نوع مصر واحد زرعناه بالستاره وكان انتاجه عالي جدا. بعد كده طبعا زرعناه تاني سنه ابتدى المحصول يقل شوية، بعد كده محصول مصر واحد وسدس 12 كانوا معرضين للإصابة بمرض الصدى. طبعا طلع أنواع جديدة تانية إنتاجها أعلى وإصابتها بتكون أقل. بيقولوا لكم إيه؟ هل الموضوع بيقتصر بس على قصة أن هو يجيبوا لكم تقاوي وكده، ولا بيتابعوا وبيعرفوا؟ لا يا فندم، بيعملوا ندوات على كيفية الزراعة وكيفية الري وكيفية المقاومة إذا حصل إصابة. قول لي يا حاج عبد العزيز، أنا عارف إن محصول القمح بيحتاج أسمدة كتير، صح كده؟ كثير الاستخدام للأسمدة. الإرشاد الزراعي بيعمل إيه في القصة دي؟ الإرشاد الزراعي هو اللي بيوجه لنوعية التجاوي، بيوجه لتسوية الأرض، بيوجه لمقاومة الآفات إزاي، بيوجه لاستخدام الاسمده. المديريه بتعمل برنامجها مثلا مش اقل من 3 ندوات في الموسم. في الاول قبل الزراعه على التعرف على نوعيه التجاوي، اجود النوعيات التجاوي الموجوده في الجمعيات اللي بتوفرها في الجمعيات، بتوعي بالنوع التجاوي اللي بيجيب انتاجيه عالي، اللي بيقاوم الافات اكتر، اللي ما بتعرضش للاصابات. لو في حاجه بيوعي الفلاح ان انت ترش ايه وما ترشش ايه، طريقه المقاومه ايه، تروي كم، تسقي كم مره. يعني حضرتك شايف ان الدوله بالفعل اهتمت بالقصه دي من بدري، من قبل الازمه؟ نعم. من نعم. امتى؟ من امتى يا حاج سعيد؟ من حوالي 12 سنه على 10 سنين الكلام ده. اي نعم، طول عمر الجمعيه الزراعيه موجوده والاداره الزراعيه موجوده. انا فاهم، بس كان في غفله
عن قصه القمح. كان في غفله عن قصه القمح. الحكومه بقى لما جت تاخد منك انت سائل الارداب من سنه لسنه بيفرق؟ يعني كل سنه السعر فعلا بيزيد؟ اه يا فندم، السنه دي زاد عن السنه اللي فاتت حوالي 100 جنيه في الارداب، يعني عشان نقاوم طبعا مشكله الحرب الاوكرانيه طبعا اللي اثرت على استيراد القمح لمصر. يعني في مجموعه من الاجراءات الحكومه واخداها علشان نقدر بتحفز على طبعا زراعه القمح وجوده الانتاج، وبتحفز الفلاح ان هو يورد القمح بتاعه للصوام. كل الناس هنا دلوقتي يعني متجهه لزراعه القمح بعد التسهيلات الحكوميه دي ولا؟ طبعا يا فندم، القمح هو المحصول الاساسي عندنا هنا. القمح ده المحصول الاساسي، يعني طبعا بانتاج العيش، وطبعا التبني بتاعه بيبقى غذاء للمواشي وكده، فطبعا ما نقدرش نستغنى عنه. قول لي يا حاج عبد العزيز، احنا زودنا الصوامع، زودنا التقاوي، الدوله عملت ايه علشان نقول ان فعلا في جهود حكوميه من اجل زياده محصول القمح كل سنه؟ لا، هو احسن ما في جهود الدوله مشروع الصوامع. لان احنا كنا بنشوف تخزين الغله على وش الارض بطريقه سيئه، وكان بيجي يشيل الغله من على وش الارض بطريقه سيئه. احنا كشعب كنا بنشوف المنظر وحش جدا جدا يعني. النهارده في احسن معاملات الوزاره مشروع الصوامع حقيقي، يعني مفيش حبايه غل على الارض، يبقى احنا فعلا بنحافظ على المشروع القومي بنسبه 100%. انت شايف الفلاحين او مزارعي القمح محتاجين حاجه تانية يعملوها في الوقت ده؟ اصناف جديده من القمح، وبنطلب طبعا زياده كميه الاسمده بالنسبه للفدان، مما بيساعد على زياده المحصول طبعا وزياده كميه الانتاج. شكرا لكم يا جماعه، شكرا شكرا شكرا، وشكرا لحضراتكم، شكرا جزيلا، صباح الفل على كل مزارعي مصر وعلى كل حكومه. صباح الفل على كل مزارع مصر. الدولة في الحقيقة كان عندها مشروع مهم جدا السنة اللي فاتت، من قبل حتى الأزمة الروسية الأوكرانية، لزيادة عدد الصوامع، لأن احنا عارفين ان في طريقتين لتخزين القمح، الشون اللي هي بتبقى على الأرض وممكن طبعا بيبقى فيها فقد بيصل ل 15%، وهذه الصوامع. فعلشان يحصل نوع من أنواع الحفظ لهذا الذهب الأصفر، لهذه السنابل الذهبية، ظهرت عدد كبير جدا من الصوامع. النهارده بصحبتنا المهندس مصطفى حفناوي. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك يا فندم. باشمهندس مصطفى هو المشرف العام على صوامع محافظه الشرقيه والاسماعيليه. بنصبح حضرتك مره ثانيه. صباح الفل يا فندم، وانتم شرفتونا ونورتونا في محافظه الشرقيه. بتعمل ايه الصوامع دي؟ ليه بيشبهوها بالمنكر المركزي بالنسبه للفلوس؟ دي لو ما كانتش موجوده، يعني احنا لو شلنا كده الصوامع من المعادله، تمام، احنا كان ممكن يحصل عندنا يعني ازمه هدر الطعام كمثال يعني. سعادتك، قبل مشروع الصوامع ده وقبل ما تكون موجوده كان بيتم الاول التخزين بالطرق التقليديه في الشون. وطبعا زي ما سعادتك عارف ان الشون ديت بتبقى معرضه للعوامل الجويه، القمح معرض فيها للعوامل الجويه، تمام، الحشرات والطيور، وطبعا العوامل الجويه كمان، وبيبقى فيها نسبه فاقد قد تصل ل 15%. النهارده مشروع الصوامع الموضوع بس بيبقى فاقد ولا بيبقى عندنا حاجات مثلا زي مثلا القمحيه تجف؟ اكيد طبعا حضرتك نسبه الرطوبه اللي فيها مش عارف، طبعا بيتاثر بالعوامل الجويه كجوده انتاج، كجوده القمح نفسه الموجود في الشونه نتيجه تعرضه للندى وللامطار والحاجات دي. النهارده الصوامع الموجوده بيتم تسليم القمح فيها وبيتم الحفاظ عليها بطريقه ممتازه، نسبة الفاقد فيها 0%. القمح متحافظ عليه لمدة 12 شهر، بيتم فحصه ممكن أكتر من 12 شهر ولا بيصل 12 شهر؟ هو سعادتك 12 شهر في الصوامع على أساس الموسم الجديد بيدخل، ولازم ما يكونش في قمح من الموسم السابق ليه. يعني نقدر نقول إن الصوامع دي بالنسبة لنا هي مشروع قومي حقيقي، علشان إحنا من خلال الأزمة العالمية اللي في موضوع القمح هنقدر نحتفظ بالجزء اللي كان بيبقى هدر عندنا. اكيد طبعا توفر علينا كتير، نسبه الهدر زي ما سعادتك قلت في البدايه 15%،
نتيجة التخزين كان في الشون، وعرضة القمح كمحصول استراتيجي بالنسبة لنا كدولة للعوامل الجوية وللطيور والحشرات والكلام ده. النهاردة الصوامع حفظ آمن للمخزون لمدة 12 شهر متكاملة. فزي ما حضرتك قلت ده يعتبر البنك المركزي للذهب الأصفر اللي هو القمح، والحفظ فيه آمن، وبالنسبة لنا يعتبر نسبة الفقد فيه صفر. أنا بقى كدولة السيركل أو الدائرة دي بتبقى عاملة إزاي؟ يعني حضرتك بيجي لك المزارع بيحط هنا في البنك المركزي رصيده من الذهب الأصفر اللي هو القمح، ثم تتوزع إزاي؟ يعني في توريد من المزارعين على الصوامع للقمح، بيتم دخول المزارع أو التاجر بالقمح للجنة الموجودة من قبل الدولة في تسليم العينة بتاعته، وبتتحدد عندنا ثلاث درجات لنظافة القمح، درجة 23.5 بسعر 885، سعر 23 بسعر 875، درجة 22.5 بسعر 865. بياخد الدرجة وبعد كده بيدخل على الميزان، بيوزن العربية وهي محملة، بعد كده بيدخل على نقرة التعتيق، بينزل القمح بتاعه، بيوزن فاضي وبياخد كارتة ميزان بالوزن الصافي اللي هو ورده للصومعة. خلال 48 ساعة بيستلم مستحقاته من الصومعة. ولما بتخش هنا بتطلع امتى وبتطلع بقد ايه وبتتوزع على مين وايه اللي بيحصل؟ سعادتك بالنسبه للقمح لما بيدخل عندنا خلاص واستلمنا الموسم بتاعنا بمثبت بارقام وكميات ودرجات، بيتم بعد كده عمل برنامج صرف محدد من قبل الوزاره باسماء المطاحن اللي بتصرف وحصه كل مطحن، ويتوجه لانهي صومعه. يعني الصوامع نقدر نقول ان هي حلقه الوصل، هي البدايه. اه هي بدايه سعادتك لرغيف العيش. بتحفظ القمح في درجة كام وبتقعد ازاي والدنيا عاملة ازاي جوه؟ الصوامع دي مصممة حاليا النظام الحديث بتاعها في مجموعة من الفلاتر راكبة على الصوامع. أول نقطة تشغيل بالفلاتر بتشتغل أوتوماتيك لسحب أي أتربة أو غبار موجود مع القمح. القمح ده لما بيدخل سعادتك بيبقى في درجة حرارة معينة مظبوطة في الكنترول. أي وقت درجة حرارة بتعلى عن الرقم ده بيتم التعامل بالورات، بتقوم أوتوماتيك تشتغل، تبدا تعمل عمليه تهويه للقمح والحفاظ على درجه الحراره الطبيعيه للقمح. ازاي بنعرف نفرق ما بين انواع القمح المختلفه يا باشمهندس؟ سعادتك بالنسبه للقمح في لجنه مشكله من قبل وزاره التموين في بدايه الموسم، بيبقى فيها عضو من التموين وهو رئيس اللجنه، بيبقى فيها عضو من هيئه سلامه الغذاء لتحديد درجه نظافه القمح اي درجه فيهم، في عضو من الزراعه لتحديد انواع القمح زي ما سعادتك بتقول، وهل في قمح مستورد ولا لا، في قمح من موسم قديم ولا لا، فبيبقى ده دور. والله انا بشكرك يا باشمهندس مصطفى، حضرتك نورتنا. كلنا عارفين ايضا ان محصول القمح محصول استراتيجي وفيه اهتمام كبير من الدوله تجاهه. الصوامع هي احد الاجزاء المهمه جدا في هذه الصناعه وفي هذه العمليه اللي بتحاول من خلالها الدوله ان هي تحفظ هذا المحصول الاستراتيجي الهام. كل الشكر لزميلنا مصطفى كفافي، كل الشكر ليك يا مصطفى على الشغل الجميل اللي حصل.